باسمك اللهم. ربنا أعنا على التقى وزدنا من الهدى يا رب الأرض والسماء. وإذ أخذ ربك من بني آدم، شو الإخبار القرآني لا يتطرق إليه الشك أبدا، وكيف يقع الله في الخطأ أو في الكذب؟ حاشا وكلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم، وهذا اللي يخلينا نستغرب كيفاش الإنسان يتجرأ يكذب بالرحمن ورسالات الرحمن. خير القرآن ذي ما لتوما فهمتوش، اللي مغاير كل ما قيل وما كتب وما رتل وما قرئ على مهل، ما فهمتوش اللي القرآن متميز على الكل بالتمام والكمال. وقتاش تشتفوا؟ وقداش عندكم حماقة؟ وقداش عندكم صمم؟ قداش عندكم بكم؟ وعندكم عماء وقلوب مطبوعة بغفلة، يستغل تلك الغفلة الشيطان ليوقعكم في إحراج مع الرحمن، وستنالون منا عقابا أنتم كنتم سبب حدوثه، والله لا يظلم أحدا. والسلام علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام.